صباح الفل والروقان. النهارده انا عامله لكم مشروب ايس موكا بالنوتيلا، المفروض ده يسموه مشروب الطاقه والسعاده. لو صحيت الصبح بدري وولادك كانوا نايمين، استغلي الفرصه دي واعملي المشروب ده، هيخلي يومك جميل جدا وهيخلي عندك طاقه وحيويه وهتبقي مبسوطه. تعالي نقول لك على المكونات بتاعته عباره عن ايه. هنجيب معلقه نسكافيه كبيره، معلقه كاكاو خام كبيره، سكر حسب الرغبه، معلقه نوتيلا كبيره، مكعبات التلج بتاعتنا، كوبايه لبن، وصوص اي صوص انت بتحبيه. هننزل بمكعبات التلج في الخلاط، عليه كوبايه اللبن، هننزل بمعلقه الكاكاو الخام كبيره، معلقه النسكافيه كبيره، والسكر ده زي ما قلنا على حسب الرغبه، وهننزل بمعلقه الشوكولاته النوتيلا بتاعتنا او اي نوع شوكولاته سايحه انتوا بتحبوها. هنشغل بقى عليهم الخلاط عشان نخلط كل المكونات دي مع بعض. هنجيب بقى المج اللي هنشرب فيه، وبصوص الشوكولاته او باي صوص انتوا بتحبوه، فراوله، كراميل، اي حاجه، هتزوقوا بيه المج زي كده علشان هيبقى نفس المنظر بتاعه اللي انتوا بتشتروه من بره. صدقوني اللي هيجرب الطريقه دي هيبطل يشتريه من بره. هحط بقى مشروب الايس موكا اللي احنا عملناه في المج، ولو عندك كريم شانتيه زوقيه كده من فوق، يعني بصوا كأنكم بجد اشتريتوه من بره، بصوا منظره. وهتجيبوا صوص الشوكولاته وتزوقوا بقى من فوق كده، يعني مش عايزه اقول لكم على الحلاوه والطعم بتاعه. تشربيه الصبح صدقيني هيفرق معاكي، هيبقى يومك مختلف جدا وهتحسي ان انت يعني في دنيا تاني خالص. يلا بقى شيروا الفيديو واشتركوا في القناه اللي مشتركش.